السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا رحب بالأستاذ سليمان النون مدرب رياضي في مدينة جدة. انطباعك عن المباراة اللي تقام بين شباب المدينة المفاجآت في دور 16؟ والله مباراة محصورة في الوسط, يعني ما في فرص حقيقية إلا فرصة المدي بس, ولا المفاجآت يعني ما حصل الفرص اللي هي يعني مضمونة. مباراة محصورة كلها في الوسط. تتوقع مين يفوز؟ أتوقع بلنتيات. أنا مين يكسب؟ أتوقع المفاجآت, إنه في حماس شوي عن المدي. طبعا يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ ماجد. عليكم السلام. تتوقع مين يفوز, المدي ولا المفاجآت؟ والله مباراة صعبة بين الفريقين, ومباراة على نهايتها يعني نتوقع بلنتيات. مين يكسب؟ بلنتيات حظ, ما تعرف أكيد حظ, بس حدد لي فريق ممكن. ممكن المدي, حارسهم كويس. طيب شكرا يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا رحب بالكابتن خلف الزهراني لاعب فريق الربيع, نبارك له طبعا وصوله من المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية. الله يسلمك ويبارك فيك حبيبي. طبعا نرحبك طبعا في الإطلالة الأولى لك في قناة الأستاذ خالد بن زيدان. أنت كلاعب كبير ممكن في المنطقة الغربية ونجم فريق الربيع من اللعيبة المميزين اللي يقدموا مستويات, انطباعك على البطولة؟ والله أنا بيني وبينك أول مباراة أحضرها دي. تتوقع مين ينتصر؟ والله متوقع المدي فايز. كم النتيجة؟ بلنتيات. يعطيك العافية. طبعا نرحب برئيس فريق السد الاولمبي الواصل الى دوري الثمانيه الاستاذ محمد البص. اهلا وسهلا بك في قناه الاستاذ خالد بن زيدان. اهلا ومرحبا بك. انطباعك الفني على البطوله والفرق المشاركه في البطوله؟ الحمد لله اني اول مره اشارك بفريق شباب, ما طبعا اول دوره لي, ويحق لي الشرف ان شاء الله اني وصلت لدوري الثمانيه. وطبعا فريق ما هو زي ما تقول فيه محترفين وكلعيبه من برا, فهم كلهم ما شاء الله من حي واحد. طيب ان شاء الله اوصل للنهايه ان شاء الله. تعد جماهير ابناء حي القريات بالوصول للمباراه النهائيه؟ ابناء القريات اجبهم تعدهم بالوصول للمباراه النهائيه؟ لا ما اعتقد. ممكن كرئيس لفريق السد الاولمبي ومباراتك اللي انتصرت امس فيها بالبارحه على فريق من مكه المكرمه اللي هو فريق الروحه, هذا يضيف دافع لفريقك بالوصول للمباراه النهائيه ونيل الكاس البطوله؟ والله ان شاء الله في امل, والامل بيد الله سبحانه وتعالى, وان شاء الله العيال عندهم رغبه انهم يوصلوا للنهائي, وخاصه اذا ان شاء الله اذا فزت على محمد نور اعتبر اني اخذت كاس. ممكن خبر حصري كذا ناخذه على قناه الاستاذ خالد بن زيدان على مباراتك انت والكابتن محمد نور في المباراه المقبله في دوري الثمانيه؟ والله شوف اول مباراه اني اصادف محمد فريق محمد اكاديميه نور, وفريق الاول دوره يعني شارك, وطبعا الخبره لها دور, وان شاء الله اتمنى الفوز لفريقنا. ممكن تتحقق الكلمه الشهيره جايه طول فغلب الكل؟ ان شاء الله ان شاء الله في المباراه جايه في مفاجاه كبيره ان شاء الله حيشوفوها الجمهور. شكرا لاستضافتك معنا في قناه الاستاذ خالد بن زيدان. شكرا الله يعني. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا رحب بالاستاذ خالد بعربي احد افضل طبعا المنسقين والمشرفين على البطولات في حواري مدينه جده, ومن الناس اللي طبعا لهم الدور الكبير في تنظيم البطولات في مدينه جده. الله يسلمك يا مرحبا. الله يسلمك. انطباعك طبعا على بطوله نور؟ والله انا السنه هذه يعني ماني متابع للدوره باستثناء الافتتاح حضرت, والان حاضر انا المباراه هذه. ما تقدر تقيم دورة أنت ما تابعت أصلاً. طيب أنت ممكن من أحد المنظمين في دورات مدينة جدة, وإيش رأيك ممكن وتقييمك لبطولة نور الرابعة؟ والله لا نقدر نحكم بصفة رسمية, لكن الدورة يعني لها سمعتها ولها وضعها وحققت نجاحات في الثلاث سنوات الماضية, والأكثر الفرق بتحرص على المشاركة, ودورة كبيرة وإعلامية, وكفاية أنها تحمل اسم نور, وهذا شيء يعني كافي حقيقة. طيب وش تقدم لقناه الاستاذ خالد بن زيدان في الاطلاله الاولى في مدينه جده؟ قناه ايش؟ الاستاذ خالد بن زيدان. قناه رياضيه ولا انا ماني؟ قناه على اليوتيوب. والله نتمنى لهم التوفيق والتغطيه الاعلاميه الجيده اللي تحظى باهتمام الجماهير, يعني هذا اللي نقدر نقوله في البدايه, لان نتابع القناه بصفه رسميه نحط راينا وتقييمنا للدوره ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ خالد. الله يسلمك يا ماجد. الله يسلمك. السلام عليكم.